والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب. شكرا دينا فكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا من مستلزمات الأعلاف بقيمة 79 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي. ذكرت الوزارة أنه بذلك بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر الماضي وحتى 9 من ديسمبر الجاري 1.1 مليون طن بإجمالي 562 مليون دولار. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي مرفقة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. ذكرت الهيئة أنه تم أيضا إعداد قائمة استرشادية لعدد 86 مشروعا صناعيا تم دراستها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوجه نحو التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين في المؤشرات وسط مشتريات من المستثمرين المصريين والعرب وقابلتها مبيعات من الأجانب. هذا وقد سجل رأس المال السوقي مستوى 938.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 3.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 14.838 نقطة وأغلق عند 14.587 نقطة متراجعا بنسبة 1.69%. بينما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2728 نقطة وأغلق عند 2745 نقطة مرتفعا ب 1.60%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 4119 نقطة وأغلق عند مستوى 4023 نقطة مرتفعا بما نسبته 8%. من أسواق المال إلى أسواق العملات وفيها تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل فيها الدولار الأمريكي 24 جنيه و58 قرشا للشراء و24 جنيه و66 قرشا للبيع وسجل اليورو 25 جنيه و89 قرشا للشراء و25 جنيه و98 قرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 30 جنيه و13 قرش للشراء و30 جنيه و23 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و69 قرشا للشراء و6 جنيهات و71 قرشا للبيع وسجل الريال السعودي 6 جنيهات و53 قرشا للشراء و6 جنيهات و56 قرشا للبيع. تراجعت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية بفعل انخفاض في أسعار النفط وسط مشكلات متعلقة بالعرض والغموض إزاء سقف أسعار النفط الروسي. في السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 1.1%، وفي بورصة البحرين انخفض المؤشر العام بنسبة 0.4%، وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام التعاملات بنسبة 0.35%، بينما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8%.
كشفت تقديرات لهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 8.8% في الربع الثالث من العام الجاري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة كبيرة في الأنشطة المرتبطة بالنفط. هذا وقد أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي تدعم أيضا بنحو 6% في الأنشطة غير النفطية. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى في النشرة من أخبار مع ريهام ودينا. شكرا مصطفى.